يسعد مساكم. اليوم نحن بمدينة ملاهي بالدولين وبمدينة ديسبورغ، رح نصور لكم كم مقطع من المدينة وفرجيكم شو وضعها. خليكم معنا. ورح نبلش هلا مع اللعبة اللي بيحبوها الاولاد، اكيد هي القطار. طبعا الالعاب كلها هون مجانية ما عدا السيارات وال اللهم صل على النبي، في شغلات كمان بتاخذ عليها، كل طفل بيدخل بياخذ فيشة بيلعب فيها اللعبة اللي بحبها، يا لعبة سيارات او لعبة تانية يعني بدها فيشة مثلا وهكذا. طبعا هي لعبة هون قطار مجانية، بيضلوا اذا بدهم كل نهار عم يلعبوا رايحين جايين مجانا، شغلة حلوة بتريح راسها. طبعا رسوم الدخول هي على كل شخص 5 يورو، تحت السنتين ما بياخدوا شيء وهيك يعني، بس كل شخص كبير وصغير الدخولية هي 5 يورو. وبيلعب لا بيلعب الطفل كل شيء اللي بحبه. في كتير العاب رح تشاهدوها هلا معنا، هنصورها سوا وفرجيكم اياها. طبعا في العاب هي المصاري، في هاي اللعبة مثلا تبع فريدي اللي بحط فيها بحط النظارة 3D وبيقعد بيشوف مغامرات كأنك بالحقيقة يعني. بصراحة شوف كتير حلوة هاي اللعبة، بحبوها كتير. هاي بياخدوا عليها 3 يورو على كل مرحلة، في أكثر من مرحلة طبعا، في مرحلة واحدة حلوة كتير وبقياتهم كتير فهيك يعني وهكذا. خلوكم معنا، تابعوا معنا كل شيء. رح سرع لكم شوي انا الفيديو مشان ما يصير ممل، مشان كمان تشوفوا كل اللي هي. وفي شغلات كمان مثل للشباب مثلا مثل فيشه، في شغلات مثل هوكي اللي بيلعبوا فيها هوكي هاند بالايد بيلعبوا فيها هوكي. وفي كتير شغلات حلوه كمان مجانيه يعني، بس تدفع عليها اول شيء انه رسوم عشان ما ينسرقوا الطابات او ينسرقوا الايدين اللي بنلعب فيهم، وبترجع بس رجعهم رجعوا المصاري يعني. بصراحة يعني مدينة حلوة متكاملة، بنصح فيها كل العائلات اللي عندهم اطفال يريحوا راسهم شوي، ينزلون بالالعاب وهيك وهكذا. خليكم معنا وتابعوا.
Grazie a tutti.
من هون، طلعي من هون، فوتي من هون، فوتي.